طيب هنا مع بعض دلوقتي فطائر بحبه البركه، سهله جدا. دي عباره عن ايه بقى؟ 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، معلقه سكر كبيره، معلقه خميره مش كبيره قوي، متوسطه يعني، مش هخليها كتير يعني، وعندي لبن رايب، وعندي زيت، وعندي الايه الملح. حلو كده الكلام، حلو الكلام. بصوا بقى انا ما عنديش لبن رايب، وعايزه ايه حوالي نص كوبايه من اللبن الرايب. اعمل ايه؟ ادي نص كوبايه اللبن، هجيب معلقه خل واحطها على اللبن، ولو مستعجله اكتر يبقى عصره ليمونه. بسم الله، واقلبيها واسيبها ثواني. تمام، يبقى انا كده لا هروح اشتري لبن رايب كبيره ولا حاجه خالص، انا ما عنديش لبن رايب وعايزه اعمل الوصفه باللبن الرايب، لانه برده بيديله طراوه وبيديله حاجه كده ايه حلوه كده جوه العجين، بيعمل له انسجام لطيف كده. فهوريه لكم دلوقتي واحنا شغالين، هو ما بيقعدش، ما فيش حبه صغيرين جدا، وهلاقيه بقى لبن رايب معانا. هحط هنا بقى الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، 3 كوبايات دقيق، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره بس مش مليانه قوي خميره، مش عايزه خميره كتير، ورشه الملح، وحوالي ربع كوبايه من الزيت. تمام، ونص كوبايه من اللبن الرايب اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي، وايه ونعجن كله على بعضه كده ونعجنه. تمام، عندي بقى هنا ايه سمنه للفرد، ماشي معايا سمنه هفرد بيها، مش هسيحها ولكني ايه هعملها سنه صغننه كده من ال افكها بس. بسم الله، خلاص كده، ونكمل عجين بشويه لبن او ميه. بسم الله، شويه شويه تلم معايا العجينه، يا دوبك تلم، يا دوبك ايه تلم بس. ادي كده العجينه، عملتها ازاي العجينه دي؟ 3 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره، رشه ملح، ربع كوبايه من الزيت، نص كوبايه لبن رايب. بسم الله، ماشي، و ايه كمان، وعجننا بقى بعد كده يعني شويه لبن شويه ميه وخلاص، واروح اسيبها ايه اسيبها بقى تخمر، ماشي، اغطيها بالبلاستيك واسيبها ايه تخمر بالشكل ده كده. طيب هنيجي بقى هنا، ناخد العجينه الخمرانه ونقسمها، انا عايزه الفطيره قد ايه بتاعتي بس كده، يلا بينا. طبعا بقى حابين، انا بقى بعد كده مش هخليكم عجينه ساده خالص، مبقاش اسمها عجينه وخلاص. بصوا بقى انا ايه، نفرد بقى كده، ماشي، نفردها مدوره يعتبر. هنيجي بقى هنا نجيب اي حاجه ايه، اي حاجه مدوره، مثلا بوله زي كده، ونجيب سكينه نعلم بيها اي حاجه. هاخد البوله دي كده واحطها هنا وابدا اعلم بالراحه، ما اقطعيش، علمي بس، ماشي. انا فردت العجينه ورحت ايه عاملاها بطبق باي حاجه عندك، رحت ايه معلمه بس كده، وقسمت الفراغات دي كلها، هروح بقى دهنه كلها ايه سمنه بالشكل ده. ده اسهل مطبق هنعمله كده، كلها كده بسمنه يعني مفكوكه، مش سايحه خالص. وبعدين اروح حاطه حبه البركه، شويه كده فيتامينات كده، حاجات حلوه دي اللي ايه تدينا صحه كده وقوه وحاجات كتير احنا مش بناخدها، تلاقيها موجوده يعني احنا
كل كان حاجتنا نشويه. بصوا بقى بنعمل ايه، الدايره اهي في النص اهي، ابدا اطبق الايه الحروف اللي انا قطعتها اهي كده على بعضها كده اهي كده. ماشي اهي، صعبه ولا اي حاجه اهي، واروح سايباها على جنب لغايه ما تهدى اهي. بس خلاص سيبناها باللفه دي كده. اجيب بقى اول واحده اهي اللي انا كنت بعملها معاكم، وابدا ان انا ايه افردها. بتكون بقى هديت شويه كده. الحواوشي اسكندراني، صديقتنا كانت عايزه الحواوشي معاك اهو. ماشي اهو، نفرد دي اللي متطبقه. ماشي ان شاء الله هنعمل لحم البارده. ناخدها بقى كده اهي، وبقت ايه بالمنظر ده. راح جايبه بقى الصاج اللي هسوي فيه، واحط ايه المطبق بتاعنا. ناخد البارده دايما، ناخد الواحده الايه اللي هي بقى لها حبه السمنه جمدت جواها، وكمان الايه العجينه ريحت، لقيتيها بتشد كده اركنيها شويه هتلاقيها فردت معاكي زي الفل. انا بس هحط على وشها قشطه. عشان تبقى ايه لو خدوها من غير اي حشوه فهي بتبقى فيها كل حاجه. هي هتسيح عليها جوه في الفرن وتدينا النتيجه ان شاء الله هايله اهي. ماشي كفايه، حلوه قوي قوي كده. هدخلها بقى الفرن